هو على غير العادة بمثل هذه الأوقات من كل عام تكون هذه المنطقة يعني تعج بالسواح والزوار لهذه المنطقة اللي احنا دائما بنعمل فيها شجرة عيد الميلاد، لكن هذه المرة وهذه الظروف الاستثنائية اللي حصلت في المنطقة وعلى رأس الأحداث الأخيرة في فلسطين الحبيبي وفي غزة وهذا الاعتداء الهمجي الجائر بحق أهلنا وأخواننا الفلسطينيين، يعني ما كان من المجلس البلدي ومن بلدية الفحيص إلا أنه تمنع كل مظاهر الاحتفالات عندنا استجابة لهذا الوضع. والصحيح يعني هذا الإجراء هو أقل شيء إحنا ممكن نقدمه لأهلنا ولأخواننا وأشقائنا الفلسطينيين. الفحيص للسنة أعلنت تضامن كامل بهاي الأيام اللي فيها بنستعد لعيد الميلاد استقبال سنة ميلادية جديدة، اللي بقرار من مجلس رؤساء الكهنة بكل الأردن قرروا أنه نكتفي السنة فقط بمظاهر الشعائر الدينية حتى تكون مظهر لاستقبال ملك السلام. وتضامنا مع أهلنا في غزة تم أخذ قرار من مجلس بلدي الفحيص بممثل برئيس البلدية عمر عكروش بتوقيف جميع الاحتفالات تضامناً مع الأهل في غزة. إحنا السنة لغينا كل الاحتفالات بمناسبة الأعياد الميلادية تضامناً مع أهلنا بغزة، والله يرحم الشهداء وإحنا كمان السنة هاي كل مظاهر الاحتفالات كلها التغت. هذا الموقع كل عام بيكون مزدحم بالأطفال وبالناس المبتهجة بالعيد برمز العيد وإلى آخره، ولكن قلوبنا معهم، مشاعرنا معهم، لا نستطيع أن نفرح وهم يتألموا. لذلك السنة قررت الجمعيات كلها أو نحكي البلدية والمؤسسات والكنائس إلغاء كافة يعني الاحتفالات وبقيت على الشعائر الدينية. الفحيص إذا بتطلعوا ورانا بالخلفية بنشوف شجرة الفحيص المطفية اللي بحياتها ما انطفت ولا بأي مناسبة، لكن السنة تضامناً من كل مسيحيين الفحيص ومن كل مسيحيين الأردن بقرار من مجلس رؤساء الكهنة قررنا أنه إن كل مظاهر الزينة كيف اليوم نحتفل بالفحيص وكيف نحتفل بالأردن وأشقائنا أبنائنا إخواننا يقتلوا في غزة وبكل فلسطين والأراضي المقدسة.